لا بد من نرجع معك لاتفاق 14 يناير 2023 والإقصاء الجامعة من الحوار، والإقصاء ديالها هنا تم يعني إبعادها على حتى النقابات اللي هي الأربع الأكثر تمثيلية، وما بقاش عندنا حتى تنسيق معهم لا وطنيا لا جهويا لا إقليميا. الاستمرار في صياغة نظام أساسي اللي هو أعطانا هاد المشكل هاد العام طبعا غيأكد الكلام ديالك. وهنا طبعا يعني غنرجعوا لأزمة العمل النقابي. احنا كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ربما نختلف على النقابات الأخرى في دعمنا للتنسيقيات. لماذا؟ لأن نعترف بأن هناك أزمة ديال العمل النقابي، وهذه الأزمة يحتحمل فيها الجميع المسؤولية، لا نقابات لا قيادات وطلائع في داخل هذه النقابات، ولا كذلك الشغيلة التعليمية اللي هي بعيدة الآن على النقابة وتحاول يعني ولا تحاول تغيير هذا الواقع. واضح؟ دونك نعترف بهذه الأزمة ديال العمل النقابي، وكذلك نرى بأن هذه التنسيقيات هي إجابة مرحلية لضمان واحد الفعل أقصى ما يمكن من الفعل الاحتجاجي في الشارع. في حين وطبعا ملي كنقولوا إجابة مرحلية بمعنى ليست إجابة استراتيجية، في حين في الوقت نفسه نتمسك بالنقابة، نتمسك بالنقابة كإطار، لأن النقابة ربما التنسيقية يتم حل هذا الملف الفئوي ديالها وتموت. وشفنا هذا الشيء غير الأمس في 2016، أين هي تنسيقية الأساتذة المتدربين؟ أين هي تنسيقية حاملي شهادة الإجازة اللي نضلوا معهم الرفاق ديالي والرفيقات ديالي في 2012 و2013؟ أين هي تنسيقية العراضيين؟ يعني هذا الشيء ما كيمكنش من خلق واحد التراكم داخل النقابة لصالح الشغيلة التعليمية وصالح لصالح عموما لصالح الحركة النقابية سواء كانت التعليمية أو الحركة النقابية بالمغرب عموما. دونك داكشي علاش كنتمسكوا بالنقابة، رغم أن يعني هناك اتهامات بالريع، هناك اتهامات يعني بمجموعة من المغالطات اللي كتمرر علينا بأن كنحصلوا على التفرغ، في حين أن التفرغ احنا بالنسبة لنا كنشوفوه كمكسب. وطبعا المنخرطين أو متفرغين كلهم هما متفرغين ديال الشغيلة، كيقضيو المصالح ديال الشغيلة في المصالح المركزية والجهوية، وما عندناش متفرغين بحال مجموعة من النقابات اللي كيمشيو كيختاروا واحد الموظف كيعطيو التفرغ باش يولي هذاك الموظف موظف شبح ما كيشتغلش لا في القسم لا في الإطار ديالو، وبالتالي كيعطيو طبعا هذا الشيء طبعا لأسباب ذاتية وفيها فيها ما هو شخصي فيها ما هو كما شرطي حزبي إلى آخره. هذا الشيء ما عندناش. كاين كذلك مجموعة من المغالطات كتقول بأننا نتلقى دعم من طرف الدولة، هذا الشيء ما صحيحش. المركزية هي من تتلقى هذا الدعم، وحنا ما عمر تلقينا حتى دعم لأننا نقابة قطاعية طبعا، وحتى المقرات ديالنا هي مقرات اللي كنقتنيوها من مالية ديال المناضلين المناضلات ديالنا، اللي الوحيدة هي الانخراطات ديال المناضلين والمناضلات ديالنا في الفروع الإقليمية والمحلية. عودة إلى أزمة العمل النقابي، نحن نقر بأن هناك بالفعل هناك أزمة اللي ما يمكنش نقوله واحد الفئة معينة أو لا واحد هناك شخص واحد اللي كيتحمل فيها المسؤولية. كاينة شغيلة عازفة على النقابات، كاينة نقابات اللي هي نقدروا نقولوا مهادنة تعبر على المصالح السياسية ديالها وتعبر على مجموعة من الأحزاب اللي هي داخل الحكومة أو داخل المعارضة. طبعا هذا الشيء احنا ما عدناش، نعتبر بأن الجامعة الوطنية هي نقابة مستقلة، وهذه الأزمة طبعا ديال العمل النقابي المفروض شكون اللي يجاوب عليها؟ المفروض احنا كنقابة المفروض نجاوب عليها وندعو النساء رجال التعليم إلى العمل النقابي الديمقراطي المستقل اللي طبعا يعبر على الدفاع الصادق على مطالب نساء رجال التعليم. وكما قلت بأن الأزمة تتحمل فيها كذلك الشغيلة التعليمية. اليوم الشغيلة التعليمية عازفة عن النقابات، عازفة عن العمل النقابي عفوا وليس عن النقابات، عازفة ولا تحاول تغيير هذا الواقع المر
والعزوف على نرى بأن العزوف على العمل النقابي ما هو إلا يعني مساهمة في سيادة هذا الوضع اللي هو الآن متأزم. على نساء رجال التعليم أن ينخرطوا في النقابة ويحاولوا تغييرها من الداخل طبعا، وإلا إلا ما كانش عندهم الاختيار يحاولوا أنهم يعطونا إجابة استراتيجية أو لبديل على هذا النقاب، لأن التنسيقيات كما قلت هي فقط إجابة مرحلية ولا يمكن أن تضمن تراكم، ولا يمكن أن تضمن كذلك الدفاع الشامل على جميع فئات الورسالجات. التنسيقيات اليوم كل تنسيقية تدافع على ملفها، في حين أن النقابة تدافع على الجميع، على الجميع، واضح؟ واللي عنده شي إجابة أخرى من غير النقابة يقدمها لنا ونمشي معه، ما عندناش مشكلة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.